بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب. طبعا نتكلم في الفيديو ده عن خلايا التبريد. طبعا ده عنبر 100 متر. طبعا زي ما احنا شايفين في خلايا تبريد 1 2 3 4 5 خلايا متر ونص في 3 سمك 15 ورق الوادي او ورق النيل. طبعا ده تانك الميه اللي بيغذي الايه؟ اللي بيغذي الخلايا. طبعا الماسوره في النص اهي بتغذي 2.5 خليه يمين و2.5 خليه ايه شمال. وطبعا ده الصرف او الراجع. طبعا حاطين 5 خلايا يمين يعني 15 متر يمين و15 زيهم الناحيه الثانيه. طبعا احنا عندنا في الشركه ورق الوادي ورق النيل. عندنا الصاج اللي احنا شايفينه الالوان اللي هو الايطالي او السعودي. طبعا احنا بنعمل خلايا المساحات الصغيرة، خلايا المساحات الكبيرة، بنعمل جميع أنواع الخلايا. طبعا المحبس ده للصرف للتنظيف، لو حبيت أسلك ولا حاجة بنفتحه عشان أنظف بيه الخط. اشتركوا معنا في القناة وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك وشير للفيديو. شركة عرب جروب.